بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا مع دروس اللغة العربية لطلبة الصف التاسع، ونحن الآن مع الدرس الخامس الذي هو أسلوب الاختصاص. وبادئ ذي بدء نعرف أولاً هذا الأسلوب ونتكلم عن شيء من حقيقته. إذا قلت أنا فقط أو نحن أو أنت أو أنت أو أنتما، ماذا نفهم؟ نفهم أن هذا ضمير يخص إما المتكلم أنا أو المتكلم ومعه غيره نحن، أو المخاطب أنت، أو المخاطبة، أو المخاطبة أنت، أو المخاطبين أنتما. لا نفهم أزيد من ذلك. الضمير وحده يدل كما قلنا على متكلم أو مخاطب دون أن يشعر بحقيقة هذا المتكلم أو المخاطب. من هو؟ ما صفته؟ ما عمله؟ هذا لا يكشفه الضمير. فإذا قلت مثلاً أنا معلم اللغة العربية، نعم كشفت عن حقيقة هذا الضمير بكلمة معلم اللغة العربية، لكن معلم هنا جاءت خبراً للمبتدأ أنا، أو أنت مثلاً كاتب المقال، أخبرت عن المخاطب بأنه كاتب المقال. لكن أحياناً أريد أو لا أريد من هذه العبارة معلم اللغة العربية أو كاتب المقال أن يكون خبراً في كلامي، إنما أريد أن أخبر بشيء آخر، ومع ذلك أحتاج إلى ذكر هذه العبارة بين المبتدأ أو الضمير وبين الخبر. هذه العبارة أريد بها الكشف عن حقيقة هذا الضمير. هذه العبارة هي التي نسميها الآن أسلوب الاختصاص، أو نسميها المخصوص. إذن أسلوب الاختصاص ينبني على ذكر ضمير، ثم تفسير المقصود بهذا الضمير، ثم الإتيان بالخبر عادة. هنا في تعريف هذا الأسلوب هو ذكر اسم ظاهر بعد ضمير المتكلم أو المخاطب لبيان هذا الاسم الذي ذكرته، ما فائدته؟ لبيان المراد منه، أي لكشف حقيقة هذا أو صاحب هذا الضمير. ويقع عادة هذا المخصوص بين ركني الجملة الاسمية، كما ذكرنا تبدأ بالمبتدأ الذي هو ضمير، ثم المختص أو المخصوص، ثم الخبر، بين ركني الجملة الاسمية أي بين المبتدأ وبين الخبر. والاسم الظاهر الذي يبين المراد من الضمير الذي نكشف به حقيقة الضمير المبهمة يسمى ماذا؟ مخصوصا، يسمى مخصوصا. مثل قولنا نحن. الآن المبتدأ والخبر أين؟ المبتدأ هو ضمير نحن، وخبره الذي نخبر به عن هذا الضمير هو درع الثورة، لكننا بينهما أردنا الكشف عن صفة من صفات أو عن حقيقة من حقائق ماذا؟ الضمير نحن المعبر به عن المتكلم ومعه غيره. إذن نحن، من نحن؟ ماذا نريد بهذا الضمير؟ أردنا به هنا الشباب، أردنا به الشباب. فكأنما نقول نحن، كأني أقول الآن وأقصد أو أعني بكلمة نحن، أعني بها الشباب، أعني بها أو أقصد بها أو أخص بها الشباب،
أو كأن يقول نحن الذين هم الشباب ماذا؟ ما الذي يتعلق بنا؟ درع الثورة، درع الثورة. إذن كلمة الشباب أتينا بها بين المبتدأ الذي هو ضمير، وهنا هو ضمير المتكلمين، وبين خبر هذا الضمير. الجملة الاسمية عندي الآن هي كلمة نحن درع الثورة، هذه الجملة الاسمية المكونة من المبتدأ الضمير ومن خبره كلمة درع الثورة. توسطنا بينهما بكلمة أردنا بها أن نكشف عن حقيقة هذا الضمير أو عن صفة من أوصافه أو حقيقة من حقائقه التي اخترنا منها هنا ماذا؟ اخترنا منها الشباب، وقد نختار منها كلمة أخرى بحسب السياق أو بحسب ما نريد التعبير عنه. نلاحظ أن كلمة الشباب التي توسطت بين المبتدأ والخبر كما ذكرنا ماذا صنعت؟ أزالت الغموض عن الضمير. لماذا؟ كما بدأنا الكلام أن الضمير لا يكشف عن صاحبه، لا يكشف عن حقيقة صاحبه، إنما يدل على متكلم أو مخاطب كما ذكر. أزالت الغموض عن الضمير ماذا؟ نحن. وبينت من المقصود، من المقصود بهذا الضمير؟ ماذا نقصد بهذا الضمير؟ قصدنا به الشباب. ويسمى هذا الاسم الذي كشف حقيقة الضمير وأزال إبهامه وغموضه يسمى بالمخصوص. ونلاحظ أن المخصوص يأتي دائما ماذا؟ منصوبا. لماذا؟ لأنه مفعول به لفعل محذوف تقديره أخص، كأني بكلامي عندما قلت نحن أقصد أو أخص بكلمة نحن، كأنما أقول أخص أو أعني بكلمة نحن من؟ الشباب. أخص الشباب تخبر عنهم بأي شيء؟ بأنهم درع الثورة. إذن المخصوص يكون منصوبا وناصبه فعل محذوف وجوبا تقديره أخص، تقديره ماذا؟ تقديره أخص. ثم تطرق الكلام إلى بيان صور المخصوص، ما الصور التي يرد عليها المخصوص في هذا الدرس؟ المخصوص قد يكون أولا قد يكون معرفا بأل، هذه صور يأتي عليها المخصوص، مثل أنتم، الجملة الاسمية هنا أين الجملة الاسمية هنا؟ انتبه دائما، قلنا أن المخصوص يقع بين ركني الجملة. الجملة الاسمية هي في قولنا أنتم تسهمون في دعم الاقتصاد الوطني، أنتم الضمير، ضمير المخاطبين، ضمير المخاطبين مبتدأ في محل رفع مبتدأ، وخبره ماذا؟ الجملة تسهمون، الجملة الفعلية. توسطنا أو وسطنا بين المبتدأ وخبره بماذا؟ بكلمة أردنا بها ماذا؟ كشف أو إزالة الإبهام والغموض الذي يكتنف الضمير أنتم، لأننا إذا قلنا أنتم تسهمون في دعم الاقتصاد الوطني، نعم نحن خاطبنا أو تكلمنا عن مخاطبين وأخبرنا عنهم، لكن كلمة العاملين هنا كشفت عن حقيقة هؤلاء المخاطبين بأنهم عاملون، قصدنا بها، قصدنا أنهم هنا عاملون. أنتم، وقلنا دائما المخصوص يكون منصوبا بفعل محذوف وجوبا تقديره أخص، كأنما أقول أنتم أخص أو أعني بكلمة أنتم هنا، أعني بها هنا من؟ العاملين، لا أعني بها غيرهم، لا أعني بها غيرهم، إنما أعني بأنتم هنا أو أقصد العاملين، أو كما نقول دائما أخص العاملين. فالعاملين مخصوص مفعول به
كما قلنا منصوب بفعل محذوف وجوبا تقديره أخص، كما ترون منصوب علامة نصبه ماذا؟ الياء، نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم. والجملة الفعلية كما ذكرنا هي الخبر لمن؟ للمبتدأ أنت. فكلمة العاملين التي أتينا بها مرة أخرى لكشف وإزالة الإبهام والغموض الموجود في كلمة أنتم، لأن الضمير كما ذكرنا لا يكشف عن حقيقة صاحب، فاحتجنا إلى كلمة أوردناها بعده نكشف بها عن حقيقة هذا الضمير. فكلمة العاملين جاءت منصوبة على ماذا؟ على الاختصاص كما قلنا بفعل محذوف وجوبا تقديره أخص، وقد وما صورتها هنا جاءت معرفة بماذا؟ بالألف واللام. هذه إحدى الصور التي يأتي عليها المخصوص. صورة ثانية يأتي عليها المخصوص قد يكون ماذا؟ قد يكون مضافا إلى ما فيه أل، كلمة مضافة إلى كلمة أخرى مبدوءة بأل، مثل أنتن فتيات الجيل ستسهمن في إعداد شباب صالح. الجملة الاسمية مرة أخرى مهم هنا أن نلم أو أن نعرف أو أن نفهم أركان الجملة الاسمية. أولاً التي معي أنتن الضمير المنفصل في محل رفع مبتدأ، خبره أين؟ ستسهمن، ستسهمن في إعداد شباب صالح. الجملة الفعلية هي الخبر. وسطنا بين المبتدأ وبين خبره بكلمة فتيات الجيل لنزيل بهذه الكلمة الغموض أو الإبهام الموجود في كلمة أنتن، لأن الضمير كما ذكرنا لا يكشف عن حقيقة صاحبه. فهذا هو المخصوص بماذا؟ هذا هو المخصوص من كلامنا. وفتيات كما نرى منصوبة وعلامة نصبها الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه ماذا؟ جمع مؤنث سالم. جمع المؤنث السالم علامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة، وناصبه كما ذكرنا فعل محذوف وجوبا تقديره أخص. مرة أخرى فكلمة فتيات جاءت منصوبة على ماذا؟ على الاختصاص، على هذا الأسلوب، وهي كما نرى فتيات الجيل. فتيات مضاف والجيل مضاف إليه، فتيات في أصلها نكرة لكنها أضيفت الآن إلى معرفة وسببها وجود أل، أضيفت إلى كلمة فيها أل جاءت منصوبة على الاختصاص، وهي هنا صورتها مضافة إلى ما فيه أل التي هي كلمة الجيل. الصورة الثالثة التي يأتي عليها المخصوص أن يأتي على صورة النداء بأيها أو أيتها، أيها أو أيتها، ويقع بعدها اسم بعد أيها أو أيتها اسم محلى محلا بأل، يعني في أوله أل، مثل نحن أيها العاملون نربي الأجيال. نحن الضمير، نعم الضمير المنفصل الذي هو مبتدأ أو في محل رفع مبتدأ، أين خبره؟ خبره الجملة الفعلية نربي الأجيال، الجملة الفعلية في محل رفع خبر. ذكرنا أو وضعنا بين المبتدأ وخبره كلمة أو عبارة أيها العاملون لما وضعناها لنكشف بها كما قلنا المقصود من كلمة نحن، رفعنا بها الإبهام أو الغموض في كلمة نحن، كأنما أقول أقصد بكلمة نحن هنا أو أريد بكلمة نحن هنا أيها العاملون، أيها العاملون. نشير أن أيها أي هنا أداة نداء مبنية على الضم
في محل نصب على الاختصاص. هنا أي مبنية على الضم في محل نصب على الاختصاص. هنا أنت أيتها المعلمة تسهمين في بناء المجتمع. الجملة الاسمية التي معي مكونة من المبتدأ أنت ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ، خبره أين؟ جملة تسهمين في بناء المجتمع، جملة الفعلية في محل رفع خبر. وسطنا بين المبتدأ وبين الخبر بماذا؟ بالمخصوص الذي هو أيتها المعلمة، كشفنا بها أو بهذه العبارة المقصود بكلمة أنت، فهي المخصوص. وكما ذكرنا أي أيتها أيتها أيت منادى مبني على الضم في محل نصب. هذا باختصار ما يتعلق بأسلوب الاختصاص. ملاحظة. ننتقل الآن إلى الدرس السادس، وهو أسلوب المدح والذم. لا شك أننا إذا أردنا أن نمدح إنسانا فهناك كثير من الصفات نذكرها في مدح فلان صادق، فلان مخلص، فلان مؤدب إلى آخره. أو أردنا أن نذمه فنقول كاذب، أو يسيء معاملة الجيران، أو غيرها من العبارات. فالمدح والذم يكون بعبارات كثيرة، لكن هناك ألفاظ وضعت تخصيصا أو قصرت على المدح والذم، لا تستعمل في غيره من الأساليب. عبارات أول ما نسمعها نعلم أن المتكلم يريد أن يمدح أو يريد أن يذم. عبارات مخصوصة استعملت واستعملها العرب في باب المدح أو في باب الذم. هذه العبارات التي معنا أشهرها نعمة وبئس. نعمة وبئس، نعمة تستعمل في المدح وبئس تستعمل في الذم. تستعمل نعمة للمدح وبئس للذم. مثال: نعمة الخلق الصدق. نعمة مدحنا بها ماذا؟ مدحنا بها الصدق، مدحنا بها الصدق وأعلينا من شأنه. مدحنا بها الصدق فقلنا نعمة الخلق الصدق. وبئس الخلق الكذب، استعملنا بئس هنا في الدلالة على ماذا؟ على الذم. نذم ماذا؟ المخصوص بالذم هنا الكذب. نذم الكذب لأنه رذيلة من الرذائل. هكذا، هذا مثال بسيط. ثم نعلم حقيقة أخرى عن نعمة وبئس أنهما فعلان جامدان. أنهما فعلان جامدان، ولعلكم تذكرون أننا تطرقنا بكلام أوضحنا فيه المقصود من فعل جامد، وهو أن الفعل الجامد جامد على صورة واحدة أو يأخذ صيغة واحدة، صيغة الماضي، الماضي في الغالب، ولا يتغير من الماضي إلى المضارع إلى الأمر، يجمد على صورة واحدة وعلى صيغة واحدة. فمن هنا سميت هذه المجموعة من الأفعال أفعالا جامدة، ويقابلها الأكثرية من الأفعال وهي أفعال ماذا؟ يقال عنها متصرفة، بمعنى أنها يأتي منها الماضي والمضارع والأمر. أما ما جمد على صورة واحدة، على صورة الماضي أو على صورة المضارع أو على صورة الأمر فقط، فهذا يسمى فعلا جامد. ومنه الفعلان، فعلاء المدح والذم اللذان معنا هنا، قلنا عنهما جامدا، أي لا يتصرفان، فعلان ماضيان جامدان
على صورة ماذا؟ على صورة الماضي. هذان الفعلان لفاعلهما أربع أحوال. أول حقيقة، ما داما فعلين فلا بد أن يكون لهما ماذا؟ فاعل. لكل فعل حقيقة بسيطة يسيرة، لكل فاعل ماذا؟ فاعل. وما دام هذان الفعلان من الأفعال أو من طائفة الأفعال فلا بد أن يكون لهما فاعل. لكن فاعل نعمة وبئس له صور، له صور كما ذكرنا في المخصوص منذ قليل أن له صور. الصورة الأولى لفاعل نعمة وبئس أن يكون مقترنا بأل، أن تدخل عليه أل، مثل نعمة الشعار الصدق. نحلل هذه العبارة. تبدأ هذه العبارة بالفعل الجامد نعمة، نقول عنه فعل جامد مبني على الفتح، أو فعل ماض، لأنه فعل ماض ليس مضارعا ولا أمرا، فعل ماض جامد مبني على الفتح. نعم، هذا فعل المدح. الشعار هو ماذا؟ هو فاعل نعمة، هو فاعل نعمة، نعمة الشعار هو فاعل نعمة. الصدق الذي هو المخصوص بالمدح هنا، هو المخصوص بالمدح، يعني هو الذي أنشأنا الجملة لماذا؟ لنمدحه. أنشأنا الجملة لنمدحه. المخصوص بالمدح الصدق هنا ما إعرابه؟ مبتدأ مؤخر. لدي جملة فعلية التي هي نعمة الشعار مع بعضها، هي فعل وفاعل، وهذه الجملة الفعلية التي بدأنا بها الكلام ما إعرابها؟ خبر مقدم في محل رفع خبر مقدم. الصدق الذي هو المخصوص بالمدح مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. إذن لدي نعمة فعل المدح. الشعار الذي هو الفعل يقال له جهة المدح، جهة المدح. الصدق الذي هو المخصوص بالمدح وهو هنا أعربناه مبتدأ، هو المخصوص بالمدح مبتدأ مؤخر. نلاحظ أن كلمة الشعار فاعل كما ذكرنا، وجاءت مقترنة بماذا؟ فاعل نعمة. هنا ما شكله، ما صورته؟ اقترن بأل، اقترن بأل. والصدق أعربناه مبتدأ ماذا؟ مؤخر، مبتدأ مؤخر. والجملة من الفعل والفاعل، بدأنا الكلام بهذه الجملة الفعلية فعل وفاعل ماذا؟ والجملة الفعلية من الفعل نعمة الجامد، والفاعل فاعلها أين؟ الشعار مع بعض، مع بعضها خبر مقدم أو في محل رفع خبر مقدم. إذن هذا الشكل الأول لماذا؟ لفاعل فعل المدح أو لفاعل نعمة، أن يكون في أوله أل. الصورة الثانية أن يكون فاعل نعمة أو بئس، أن يكون مضافا إلى اسم مقترن بأل، مضاف إلى اسم فيه أل، مثل نعمة خلق المرء الجد. تحليل هذه العبارة، بدأت بالفعل الماضي الجامد نعمة، فعل الماضي الجامد مبني على الفتح. خلق هي ماذا؟ هي فاعل نعمة، هي فاعل نعمة، أسميناها جهة المدح. خلق هنا مضافة إلى كلمة ماذا؟ المرء. خلق مضاف والمرء مضاف إليه. وهذه العبارة كلها شكلت ماذا؟ جملة فعلية من الفعل وفاعل، جملة فعلية. ثم المخصوص بالمدح هنا أين؟ كلمة الجد هي المخصوصة بالمدح، بمعنى هي التي أنشأنا جملة المدح من أجلها، الجد. إعرابها ماذا؟ المخصوص بالمدح نعربه دائما مبتدأ مؤخر. لماذا مؤخر؟ لأنه لم يأتي في أول الجملة. المبتدأ عادة يكون في أول الجملة الإسمية، لكن أحيانا لغرض ما من الأغراض يؤخر. فهنا الجملة الفعلية
التي ابتدأنا بها الكلام في محل رفع خبر مقدم، والمخصوص بالمدح الذي هو أعربناه مبتدأ مؤخر. نلاحظ أن فعل نعمة، فعل فاعل نعمة، فاعل نعمة مضاف إلى ماذا؟ إلى كلمة بها ال، إلى ما فيه ال. والجد أعربناه مبتدأ مؤخر، والجملة الفعلية قبله مكونة من الفعل الجامد وفاعلها في محل رفع خبر ماذا؟ مقدم. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة لفاعل نعمة أو بئسة أن يكون ضميرا مستترا مميزا بنكرة، ضميرا مستترا مميزا بنكرة، مثل إذا قلنا بئس صفة الإسراف هكذا. نحلل الجملة، ننظر إلى محتوياتها. مكونة من بئس فعل ماذا؟ كما قلنا عن نعمة فعل ماض جامد، فعل ماض جامد يدل ماذا؟ يدل على الذم، يدل على الذم. فعل ماض جامد يدل على الذم. هنا أين فاعل بئس؟ بئس فعل لابد لها كما قلنا من فاعل، لكن الفاعل هنا لا يظهر، غير ظاهر. أين هو؟ مقدر بعدها. بئس هي صفة، صفة الكلمة المنصوبة بعد بئس ماذا صنعت؟ فسرت المقصود بهذا الضمير، تمييز، ميزته أو فسرته. ما المقصود به هنا؟ بئس هي صفة، قصدنا بكلمة هي صفة، أو نقول صفة ميزنا بها أو فسرنا بها كلمة ماذا؟ الضمير هي. إذن جعلناها تمييزا لماذا؟ للضمير المستتر، للضمير المستتر هي. ولا شك أن هنا أيضا جملة فعلية من الفعل، الفعل الجامد الماضي وفاعله الذي هو ماذا ذكرناه بأنه ضمير مستتر، جملة فعلية. ثم الإسراف هنا هو المخصوص بماذا؟ المخصوص بالذم، والمخصوص بالذم أو بالمدح نعربه دائما مبتدأ، فالإسراف هنا مبتدأ مؤخر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. نلاحظ أن فاعل بئس ضمير مستتر مميز، ضمير مستتر هي مميز، ميزناه أو فسرناه بماذا؟ بنكرة بعده وهي كلمة صفة. إذن الفاعل هنا ضمير مستتر تقديره هي، والإسراف المخصوص بالذنب مبتدأ مؤخر، والجملة الفعلية بئس هي من الفعل والفاعل المستتر خبر ماذا؟ خبر مقدم. الصورة الرابعة من صور فاعل نعمة أو بئس أن يكون من أو ما الموصولتين، من أو ما من استعمالاتهما أن تكون اسمين موصولين. اسم موصول، نعلم أن الأسماء الموصولة مثل الذي، التي، اللذان، اللتان، الذين، ومنها من وما، اسمان موصولان. قد يقعان فاعلين لماذا؟ لمن، لفعل الجامد نعمة أو بئس، وتعرب كل منهما فاعلا، تعرب كل منهما فاعلا، مثل أن نقول بئس ما يتصف به المرء مفارقة الجماعة، بئس ما يتصف به المرء مفارقة الجماعة. ننظر إلى هذه الجملة نحللها، مكونة من الفعل الجامد، فعل الماضي الجامد بئس، نعم. أين فاعل بئس هنا؟ أين فاعلها؟ هو ما الموصولة التي بمعنى الذي، موصولة بمعنى الذي. ونذكر أن ما تستعمل لأي شيء كما ذكرناها في
اسم الاستفهام والشرط تستعمل لغير العاقل، لغير العاقل. إذن ما هنا اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل من؟ فاعل بئس، في محل رفع فاعل بئس. إذن فاعل بئس جاء في صورة ماذا؟ ما الموصول التي بمعنى الذي، الواقعة على غير العاقل، هي الفعل، الفعل بئس، والفعل ما يتصف به جملة فعلية، صلة الموصول ما يتصف به المرء. أين المخصوص بالذم هنا؟ المخصوص بالذم مفارقة الجماعة، مفارقة الجماعة هو الذي خصصناه بماذا؟ بالذم. المخصوص بالمدح أو بالذم نعربه دائما ماذا؟ مبتدأ، مفارقة مبتدأ مرفوع بالضم الظاهر، ومفارقة مضاف والجماعة مضاف إليه. نكرر أن المبتدأ هنا مؤخر، والجملة الفعلية المكونة من بئس ومن الاسم الموصول ما جملة فعلية كما ذكرنا هي في محل رفع خبر مقدم. نلاحظ أن ما الموصولة التي بمعنى الذي، الواقع على غير العاقل، هي ماذا؟ فاعل بئس، فاعل بئس. وكلمة أو عبارة مفارقة الجماعة مبتدأ مؤخر، والجملة من بئس وفاعلها كما ذكرنا في محل رفع خبر مقدم. الخامس معنا هنا مع أسلوب أو مع فعل نعمة وبئس هناك فعلان جامدان آخران، أحدهما للمدح كنعمة والآخر للذم كبئس. هما حبذا، تستعمل حبذا للمدح مثل ماذا؟ مثل نعمة، تستعمل للمدح مثل نعمة. ومقابلها أو عكسها لا حبذا تستعمل للذم مثل بئس. إذن حبذا تستعمل للمدح، لا حبذا تستعمل للذم. مثل أن تقول حبذا الأمانة في المدح، أو لا حبذا الخيانة. طيب كيف نتعامل مع هذين الفعلين؟ لدينا حب وحدها، نلاحظ أن حبذا هنا مكونة من الفعل حب ومن ذا، ومن ذا. حب وحدها كما قلنا في نعمة فعل ماض جامد، فعل ماض جامد. فاعلها هنا حبذا ولا حبذا، دائما فاعلها هو اسم الإشارة المتصل بها، اسم الإشارة المتصل بها، هذا فاعلها دائما. فحب فعل ماض جامد، ذا كيف نعربها؟ اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل. إذن حبذا كلها جملة فعلية مكونة من الفعل حب ومن ذا اسم الإشارة في محل رفع فاعل، ومعها الكلمتان تشكلان فعل والفاعل يشكلان جملة فعلية. الأمانة المخصوص بالمدح هنا، الأمانة دائما المخصوص بالمدح نعربه مبتدأ مؤخرا، الأمانة مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. الجملة الفعلية الأولى حبذا جملة فعلية كما ذكرنا في محل رفع خبر مقدم، الأمانة مبتدأ مؤخر. لو قلنا لا حبذا الخيانة، نعم، فلدي لا حرف نفي، حرف نفي، وحب كما أعربناها في المدح، حب فعل ماض جامد، وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع فاعل، حب ومع هذا جملة فعلية. والخيانة المخصوص بالذم مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. حب في الشرح حب فعل ماض جامد، وذا اسم إشارة عربناه قلنا في محل رفع فاعل. والأمانة المخصوص بالمدح مبتدأ مؤخر، والجملة من الفعل والفاعل حبذا، أو في قولك لا حبذا خبر مقدم
وكذلك الكلام على الجملة الثانية التي هي لا حبذا الخيام. بهذا نصل إلى نهاية درسنا اليوم، نرجو أن نكون أوضحناه وشرحناه بما يؤدي إلى فهمه إن شاء الله، ولنا لقاء إن شاء الله في حصة أخرى.